في تصريح خاص لقناة النيل للأخبار، أكد سفير أحمد عبد المجيد قنصل عام مصر في جدة التعاون التام مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية التصويت على المواطنين المقيمين بالسعودية. النهاردة الحقيقة شاف يعني يوم شاهد إقبال كثيف من الساعات الأولى لفتح اللجنة الانتخابية. توافد على اللجنة أعداد كبيرة من البصات من المناطق جنوب المملكة، جه فيها أعداد كبيرة من المواطنين وأسرهم، وكان طبعا احتفالية كبيرة. احنا لسه يعني قدامنا يوم طويل ونتوقع توافد المزيد من الناس، خصوصا ان المملكة النهاردة يعني والجمعة والسبت هي عطلة رسمية، وحالة الطقس في جدة مثالية، يعني الوقت ده من السنة يشجع الناس على انها كمان تنزل وتستمتع باجواء جدة الجميلة فعلا. يعني فالنهاردة يوم ناجح، يوم انتخابي ناجح، لقينا كل التسهيلات من السلطات الدولة السعودية، سواء في انتقال مواطنين من المناطق الخارجية ووصولهم الى هنا، ومظاهر الاحتفال الجالية داخل مقر اللجنة الانتخابية وخارجها كان مر بسلام ولم يكن فيه اي شكوى من اي طرف. والاجراءات اللي بنتخذها طبعا بتعليمات من الهيئة الوطنية للانتخابات كلها بتحث على التسهيل على المواطنين والسماح لأكبر قدر منكم يعني للتعبير عن رأيه وإبداء صوته.